دي بيك، تاني أحلى بنت في الكرة الأرضية، بتدرس في الجامعة وبتكتب روايات ومثقفة وأوقات بتنور في الضلمة، يعني حلم كل شاب. ده بقى جو، شاب وسيم زي القمر، شغال في مكتبة وبيقرأ ومعتمد على نفسه، وقتل الإكس بتاعته وأمه رمته في الشارع وهو صغير فبقى مريض نفسي. بيك بقى كانت رايحة تشتري كتاب من المكتبة اللي جو شغال فيها، فأول ما شافته قالت إيه ده؟ خازوق؟ الله، هذا هو ذوقي. جو أول ما شاف بيك فضل يقول حبتني وحس إنها هتبقى أم عياله، فقام حب يدينا درس في فن الستوكينج والتتبع. راح قافش اسمها من على الكريدت كارد وعمل سيرش لحد ما وصل الاكاونت بتاعها، وقفش من على صورة ليها عنوان مكان بيتها، فبيقرر انه يراقبها ويروح قدام بيتها اللي سبحان الله الانتاج جاب للمخرج شقة في الدور الارضي بواجهة ازاز بتطل على اوضتها على طول من غير ستاير عشان جو يقدر يراقبها والمسلسل يكمل. وجن ما انت في بلد الحلوة فيها مكشوفة. جو اللي بيفضل مقضي حياته قدام شباك بيتها بيكتشف انها مصاحبة واحد اسمه بنجي وبيعملها وحش. وتاني يوم جو بيدخل شقتها بسهولة ويقلب في اللابتوب بتاعها بنفس السهولة برضه، ولانه مريض نفسي بيقلب حاجه كده من هدومها الداخليه عشان التغيير بيبدا من الداخل. جو هو مروح صدفه في المترو سبحان الله لقى بيك مروحه في نفس المكان وسكرانه ومش شايفها قدامها وبتقع قدام المترو فينقذها. يا جماعه ده انا حاسس ان انا بلخص فيلم النمر والانثى. المهم انه بيسرق تليفونها اللي سبحان الله معلهوش لوك وبيبتدي يتجسس على حياتها من تليفونها القديم، وبيقرر جو ان البنت دي بتاعته وهيغير لها حياتها، فبيقوم خاطف صاحبها وحبسه في قفص ازاز مصفح في بدروم المكتبه. فبنجي بيقول له يا ابني انت لو بتعمل كده عشان بيك فهي رخيصه بالنسبه لي انا مش عايزها خلاص. فجو بيقول له ولا من دي الرخيصه يلا دي العشق يا جدعان، ويقوم حاطط له السم في العسل وموته. جو قتل صاحب بيك عشان بيحبها وخايف عليها. انت بقى صاحبك عمل لك ايه؟ بيبتدي جو بقى يراقب بيك في كل مكان بتروحه تقريبا، وببقى بتساءل كده دايما وانا بتفرج. جو بيبقى جنب بيك وصحابها قوي وبيقعد في الترابيزه اللي جنبهم قوي وبيسمع كلامهم بوضوح قوي، فازاي ما بتاخدش بالها منه يعني؟ بس مشكلتي اتحلت لما شفت التنكر الروش اخر حاجه الستايلست عامله فانبهرت الصراحه. فبيبتدي يتودد لها ويحاول يكسبها، وبيقدر يروح معاها البيت يومها عشان يعملوا علاقه عند الشباك قدام الشارع كله. وبيقرر جو انه هيكسر الدنيا وهيبهرها وهيثبت لها اوبا جود لك عليك يا جو. بيك بتشرد لجو وتحكي لصاحبتها على اللي حصل وان عم السيريال كيلر ده طلع زنبلك 8 ثواني، وهو بيعرف ده من تليفونها القديم اللي بيراقب الشات بتاعها منه. وبيكتشف كمان ان بيتش صاحبه بيك اللي عازماها على حفلات وخروجات وبتساعدها بفلوس ان نيتها مش سالكه وبتطلع ما بتكلمش ولاد، ها، وانها بتحب بيك وعايزه تدمر جو. فيقوم جو يحاول يقتل بيتش ويرزعها بالطوب على دماغها ويفتكرها ماتت بس تطلع بسبعه ارواح. فتقوم بيتش مستغليه الموضوع وتقوم واخده بيك ويسافروا العزبه بتاعت بابي وتقول لها انا هاخدك معايا باريس اطلعك من المود الوحش اللي انت فيه. جماعه انتوا بتجيبوا الصحاب دول منين والله؟ فيقوم جو المخلص لحبيبته اللي مش زي شباب اليومين دول يروح العزبه بتاعت بابا بيتش وبيدخل البيت بالمفتاح اللي المخرج اداهوله، لان مش لاقي تفسير الصراحه للمرونه اللي في الاحداث دي، ويراقبهم وبيلاقي ان بيتش جايبه الراجل لبيك عشان يغريها ويدخلوا في علاقه مع بعض، بس بيك الاميره باخلاقها بترفض. فيقوم جو تاني يوم قتل بيتش عشان يحمي بيك منها ويبين انها حادثه انتحار، بس للاسف بيك بتبتدي تتغير بعد اللي حصل. فيقوم يقول لها اللي انت عايزاه ويسيبوا بعض، وعشان هما عندهمش عمرو دياب يغني لهم سبت فراغ كبير ويفضلوا يضيعوا وقت. فيقوم جو يروح يعمل علاقه مع كارين جارتو اللي بيصاحبها بعد كده، ولسه بيبتدي جو انه يعيش ايام سعيده مع حبيبته ونازلين بيتمشوا سوا كده. في يوم يقوم هوب مقابلين بيك الاكس بتاعته اللي بتستخدم كده النساء وتتمرقع كده قدام كارين. فيقوم جو بيضعف وتفضل تبعت لجو رسائل وتوري له حته من الكوشيرت وتستدرجه مع بعض، بس تقول احنا مش هينفع نعمل كده تاني. فبيقولها طبعا ده انا حتى مصاحب بنت صيناني وزي القمر ومش هينفع اخونها. كارين احنا مش هينفع نكمل مع بعض. وبيرجع جو لبيك، بس كارين مش سهله فبتروح تقول لبيك انها شاكه ان جو قتل كاندس صاحبته القديمه. بتبتدي بيك تنخرب في الموضوع وتبتدي تلمح له كده وتقول له ما تحكي لي عن صاحبتك القديمه، انت قلت لي اسمها كان ايه؟ تهاني ولا كاندس؟ صح كاندس صح؟ فبيفهم جو وبيحاول يقنعها بالعكس. فيقوم هو بقى ايه يكتشف ان بيك حبيبته الملاك الطاهر بتخونه مع طبيبها النفسي، فيقوم حالف طلاق ثلاثه لا يوري. وبالصدفه بيك بتلاقي المكان اللي جو مخبي فيه تليفونها القديم والكوشيرت بتاعها واسنان بني ادم كده، وبتكتشف ان جو قتل صاحبته القديمه عشان خانته وقام رمى الواد اللي بتخونه معاه من فوق العماره. اي جو لما يعرف ان بيك قفشته بيقوم واخدها وحابسها في القفص بتاع الكتب، ويقوم سايبها ويروح يشرد لها وسط صاحباتها ويحكي لهم انها خانته جدع يلا. وهو راجع لبيك وجايب لها الغدا لقى باكو ابن جارته الصغير بيتخانق مع صاحب امه، فاما جو قال له صباح الفل يعني هي جت على دي، وقام قتله هو والعيال واقنع باكو ان هم يخبوا جثته. وراح لبيك اللي بتغفله بانوثتها العظيمه وتقول له طلعني وانا والله
هي جو مش هسيبك تاني ابدا، وتهرب من القفص ولسه بتفتح الباب بتاع البدروم عشان تهرب لقت باكو في وشها. يا جماعه المخرج جامد جدا يا جماعه، وصحيح انا مش فاهم باكو كان جاي يعمل ايه، بس المهم يعني انه قفل الباب في وش بيك عشان جو لسه عامل معاه واجب. وام جو قال لها انت عارفه ان انا ممكن اعمل اي حاجه علشانك وفي سبيل مصلحتك، ولان مصلحتك بتقتضي انك تموتي. قام قتلها جو ولبس القضيه للدكتور اللي خانته معاه باشا، وكتابها اتشهرت بقى بعد ما ماتت. وجو خلاص تاقلم مع الموضوع وبقى مقتنع ان هو سر نجاح كتابها لما قتلها. وفي عز تاقلمه كده لقى واحده داخله عليه المكتبه بتقول له هاي، انت مش فاكرني؟ انا كانديس خطيبتك اللي قتلتها. فجو اتشد كده اللي هو انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له في الجزء الثاني هقول لك، بدل بقى ما تتعب نفسك اعمل لي فولو واستنى الريفيو بتاع سيزون 2 ينزل. بالتوفيق ان شاء الله ومن نجاح لنجاح. سلام.